فضيلة الشيخ، هل يشترط للمأموم أن ينوي نية الإحرام في تكبيرة الإحرام لمن لم يدرك الصلاة مع الإمام؟ نعم، المأموم إذا جاء والإمام يصلي، نعم، سواء أدركه في الركعة الأولى أو في الثانية أو فيما بعدها، الواجب أن يكبر الإحرام. لا، تكبيرة الإحرام لمن فاتته الصلاة مع الإمام، يعني شخص جاء ولقى الإمام سلم أراد أن يأتم بالمأموم، يعني فيه مأموم يقضي صلاته، مأموم مسبوق وأسلم الإمام، نعم، وقام يقضي والآخر لم يدرك الصلاة مع الجماعة، نعم، وأراد أن يأتم بهذا المأموم، إيه، فهل يعني يشترط النية لإتمام للمأموم؟ هل يشترط للذي يقضي المسبوق؟ نعم، أن ينوي الإمامة؟ ينوي الإمامة لمن فاتته الصلاة. نعم. أولا، هذا الفعل ليس بمطلوب ولا مشروع، أنك تأتي وتجد إنسان يقضي ما فاته من الصلاة فتدخل معه على أنك مأموم وهو إمام، هذا غير مشروع، وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه غير جائز، عرفت؟ لكن صحيح أنه جائز، لكنه لا ينبغي، إنما إذا دخل مع هذا المأموم فإن نوى المأموم أنه إمام له، صح صلاة صلاة المسبوق وصلاة الذي دخل أخيرا، وإن لم ينوي أنه إمام، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة المسبوق هذه، أن صلاة الداخل الذي دخل مع المسبوق غير صحيحة، لأنه نوى الإتمام بمن ليس بإمام له فتبطل صلاته، وعلى هذا تلزمه الإعادة. والقول الثاني في المسألة أنه يصح الاهتمام بمن لا ينوي الإمامة بك، وبناء على هذا القول تصح صلاة المأموم. نعم، لكن لاحظا من الأصل أن هذا أمر ليس بالمشروع، ولا نأمر الإنسان بأن يفعل، إذا جاء ووجد شخصا يقضي أن نقول ادخل معه، لا نأمره بها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، القائم قضاء ما فاته، هل يجوز أن يقتدي بشخص آخر؟ نعم، يعني الرجل المسبوق الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة ثم قام يقضي ما فاته، هل يأتم به أحد دخل معه؟ وتسلسل بعده. نعم، أنت هذا التسلسل الثاني. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال إن هذا غير صحيح وأنه لا يصح أن يأتم به أحد، ومنهم من قال إنه صحيح لكن خلاف الأولى، وهذا هو الأقرب، أنه صحيح لكن خلاف الأولى، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون هذا، كان الرجل إذا فاته شيء من الصلاة قام فقضاه وحده، ثم إن هذا يؤدي كما ذكرت إلى التسلسل، فيصلي من دخل مع هذا القاضي الذي يقضي ما فاته، وربما يفوته شيء يعني هذا الداخل فيقضي بعد من ائتم به، ثم يأتي ثالث ورابع، وفي هذه الحال يظهر جدا أنه بدعة.